بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الخامس الأحياء في مدارس موهوبين في العراق. نرحب بكم في المحاضرة الثالثة ثيرد ليكتشر بالنسبة لمادة البيولوجي. في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن الفوتو أوتوتروفيك بكتيريا، أي البكتيريا التي تقوم بعملية صنع الغذاء بطريقة ذاتية وباستعمال الطاقة الضوئية أو ما يسمى بالساوند لايت أو ضوء الشمس. الطريقة الثانية تقوم بها أيضا البكتيريا لكن بطريقة أخرى، أيضا تقوم بصنع الغذاء بنفسها لكن بطريقة كيمو أوتوتروفيك بكتيريا، يعني لا تستعمل الصن لايت ولا تستعمل الطاقة الضوئية، إنما تستعمل المركبات الغير عضوية لإنتاج الطاقة لاستفادة منها في الفعاليات الحيوية. Objective of lecture، أهداف المحاضرة. أول هدف من أهداف هذه المحاضرة هو التعرف على مفهوم الأوتوتروفيك أورجانيزم، الكائنات ذاتية التغذية، ومن الأمثلة عليها البلانت وكذلك صم بكتيريا، وكذلك لأن معظم أنواع البكتيريا تكون هيتروتروفيك نيوتريشن، يعني غير ذاتية التغذية. كذلك راح نتعرف على أساليب التغذية بالفوتو أوتوتروفيك بكتيريا، وكذلك أساليب التغذية بالكيمو أوتوتروفيك بكتيريا. وبعد ذلك سوف نعمل مقارنة ما بين عملية أو ما بين الكيموتروف الكائنات ذات التغذية الكيميائية أو التي تقوم بعملية البناء الكيميائي للمواد للطاقة، وكذلك الفوتوتروف التي تقوم بعملية البناء الضوئي أو التي تكون ذاتية التغذية الضوئية أو باستعمال الطاقة الضوئية. كمقدمة نقول أوتوتروفيك أورجانيزم، الكائنات من اسمه أوتو يعني ذاتي، تروفيك تغذية ذاتية التغذية، أي الكائنات اللي تكون produce their own food، يعني تصنع غذاءها من خلال مركبات أو مواد، هذه المواد تكون متوفرة بالبيئة المحيطة بها باستعمال الضوء sunlight نسميها بالفوتوسينثيز، أما عن طريق الطاقة الكيميائية التي راح نستخرجها من المركبات أو من المواد اللاعضوية بعملية الكيموسينثيز في بعض أنواع الكائنات الحية وليس معظم الكائنات اللي تقوم بعملية البناء الضوئي. أو بمعنى آخر الأوتوتروف تعرف على أنها الكائنات التي تكون able to form nutritional organic substances، يعني صنع المواد العضوية الضرورية للكائن الحي، مثال عليها البلانتس أو معظم النباتات الألجي، معظم الطحالب and some bacteria. يعني لماذا نقول some bacteria؟ يعني بعض أنواع البكتيريا تكون heterotrophic والبعض منها يكون autotrophic. كذلك تسمى سيل فيدرز، يعني تكون الاكلات يعني ذات الاكل الذاتي او يعني تصنع غذائها بنفسها، او ما تسمى بالسلسله الغذائيه او الفود تشين اللي تكلم عنها في صف رابع اعدادي، اللي هي البرايمري بروديوسر، المنتجات الاوليه. لماذا تسمى المنتجات الاوليه؟ لان ما بعدها في السلسله الغذائيه سوف يتغذى عليها او سوف يعتمد عليها بالنسبه لانسياب الطاقه، فهذه راح تحصل على الكربون او ما يسمى الكربون من المركبات العضويه، راح تحصل على انتاج الكربون او انتاج المركبات العضويه من خلال ان اورجانيك سورس، مصادر لا عضويه، مثال عليها الكربون داي اوكسيد، اي بمعنى اخر تحول الكربون داي اوكسيد وتحول الامونيا وتحول الهيدروجين سلفايد الى مركبات كيميائيه عضويه بعمليه تسمى الاوتوتروفيك، بعمليه الاوتوتروف يعني نسميها بالبناء الضوئي او البناء الكيميائي. مثال عليها اوتوتروفيك بكتيريا اللي هي نحن راح يعني محور محاضرتنا لهذا اليوم، فراح نتكلم فقط عن البكتيريا، والمحاضره الجايه ان شاء الله نتكلم عن النباتات بعمليه الفوتوسينثيسيس. فور اكزامبل اوتوتروفيك بكتيريا انكلود فوتوسينثيتيك بكتيريا، يعني هناك بكتيريا تقوم بعمليه التصنيع الضوئي باعتماد على الضوء، وهناك بكتيريا تعتمد على البناء الكيميائي باستعمال مركبات لا عضويه كيميائيه. فاللي تكون فوتوسينثيتيك بكتيريا من اسمها فوتو راح تقتنص عندي تراف اوف انرجي من الطاقه الشمسيه بطريق مشابه للنباتات او معظم النباتات الراقيه، مثال عليها السيانوبكتيريا، هذه السيانوبكتيريا ممكن نسميها اسم اخر فوتو اوتوتروفس، اي الكائنات ذاتية التغذيه الضوئيه او التي تعتمد على ضوء الشمس. اما كيموسينثيتيك بكتيريا هذه لا تعتمد على الشمس، اي بدلا من ضوء الشمس ايش تستخدم؟ تستخدم عندي مركبات لا عضويه مثل الهيدروجين سلفايد، النيتريت او النترات، وكذلك الكبريت لتصنيع الغذاء باستعمال الطاقه اللي نحصل عليها من هذه المركبات اللا عضوية. إذا هذه المركبات اللا عضوية راح تستخدمها البكتيريا، تعمل عليه عملية أكسدة أو عمليات أيضية، راح تنتج منها طاقة تستفاد منها في فعاليات الحيوية. هذه العملية نسميها نحن بالكيمو سينثيسيس، اللي هي إنتاج الغذاء أو إنتاج الطاقة عن طريق مواد لا عضوية. نعم، بغياب ماذا؟ بغياب الضوء.
الكيموسينثيز مثل ما ذكرناها هذه تحدث عندما يكون ضوء الشمس غير متوفر، وبدون هذه العملية سوف لا يكون هنالك حياة في أسفل البحار. لماذا هذا الكلام؟ لماذا نقول without chemosynthesis there would be no life at the bottom of the sea؟ لأن أسفل البحار هناك كائنات مستهلكات وكذلك محللات، لكن لا يوجد هنالك منتجات، لكن بعض المحللات تسلك سلوك يعني تقوم بعملية صنع الغذاء، نعم، لامتلاكها أو لأنها تقوم بأكسدة مركبات لا عضوية. أو ما يعرف ببعض أنواع الكائنات التي تعيش في المحيطات تكون بعيدة عن ضوء الشمس، وبالتالي لا تحصل على أي من الطاقة الضوئية، لذلك تستعمل الكيموسينثيسيس بدلا من الضوء أو بدلا من البناء الضوئي الفوتوسينثيسيس. إذا ممكن يجينا تعليل لماذا تستعمل بعض الكائنات الكيموسينثيسيس بدلا من الفوتوسينثيسيس؟ لأنها لا تحصل على الطاقة أو لا تحصل على السنلايت أو الطاقة الضوئية، نعم، لكي تحول الى طاقه كيميائيه، بل تستعمل ماذا كمصدر يعني طاقه؟ تستعمل الان اورجانيك ماتيريال، المواد اللا عضويه، نعم. ايضا هذه عباره اخرى انه during chemosynthesis الاورجانيزم يوز ان اورجانيك سبستانسز ان بليس اوف، يعني بدلا من صن لايت تو ميك شوجر، او لتصنيع الطاقه بشكل طاقه كيميائيه بشكل سكريات. مثل ما ذكرنا البكتيريا أو التي تعيش في الأعماق المياه أو بالمياه العميقة. الكيموسينثيز مثل ما ذكرنا يعني تعريف كتعريف آخر، يعني طبعا هي كلها تعريف يعني متداخلة، من ضمن هذه التعريف يعني specific process، لماذا نقول عليها عملية نوعية أو عملية خاصة أو عملية دقيقة؟ لأنها خاصة في بعض الكائنات وليس عملية عامة، يعني تشمل كل الكائنات التي تقوم بعملية صنع الغذاء، فقط بعض أنواع البكتيريا تقوم بها، اللي هي تنتج عندي مركبات عضوية من مركبات أو من جزيئات لا عضوية بغياب ضوء الشمس. يعني إذا نجي نميز عن الفوتوسينثيسيس، الفوتوسينثيسيس راح أشني عندي راح نفس التعريف أيضا، لكن أشني بوجود الضوء. أيضا مركبات لا عضوية راح تستخدم لإنتاج مركبات عضوية اللي هي منه CO2 وكذلك H2O تنتج عندي أورجانيك موليكيول، لكن هنا نفس الكلام، لكن إيش تستخدم؟ لا تستخدم الضوء الشمس. فالبكتيريا أو الكائنات اللي تسلك سلوك كيموسينثيسيس راح يجب عليها أن تؤكسد بعض المواد اللا عضوية لكي تحصل على الطاقة بدلا من ضوء الشمس، مثال عليها النيتروس موناس، النيتروباكتر والسلفايد بكتيريا. هذه المعادلات توضح عندي عملية اللي تقوم بها بعض أنواع البكتيريا اللي نسميها نحن بالكيموسينثيسيس بكتيريا. نيتروس موناس بكتيريا النيتروموناس هي نوع من أنواع النيتريفيكيشن بكتيريا، توجد في التربة، تأكسد عندي NH3 هذا مركب أو جزيء لا عضوي، تأكسده إلى NO2، يستفاد منه النبات بوجود الأكسجين كما في المعادلة التالية 2NH3 زائد 3O2 بواسطة النيتروس موناس تكون عندي NO2 هذا يستفاد منه النبات بالإضافة إلى H2O زائد الأنرجي. إذا هذه البكتيريا توجد في التربة تعمل عندي على تثبيت النيتروجين من حالة لا يستفاد منها النبات إلى حالة يستفاد منها النبات. أيضا يعني بكتيريا أخرى تسمى بالنيتروباكتر، هذه نوع آخر من البكتيريا توجد في التربة أكسد عندي الـ NO2 إلى NO3 كما في المعادلة التالية النتريت إلى نترات وتنتج طاقة أيضا. فهذه الطاقة تستفاد منها البكتيريا وفي نفس الوقت NO3 راح يستفاد منه جسم النبات. النوع الآخر من البكتيريا اللي هو السلفايد بكتيريا، بكتيريا الكبريت، هذه تتواجد في عيون المياه الكبريتية اللي تكون متوفرة بالسلفريك ووتر، يعني المياه البكتيرية أكسد عندي كبريتية الهيدروجين هيدروجين سلفيت إلى كبريت ومع، وكذلك تحرر عندي طاقة كيميائية كيميكال انرجي نستخدمها في اختزال منه في اختزال الجزيء أو المادة اللا عضوية اللي هي CO2 بواسطة وجود الـ H2O يكون عندي الأورجانيك موليكول. فأول معادلة عندك H2O زائد O2 وسط سلفايد بكتيريا ينتج عندي الكبريت مثل ما ذكرنا والH2O وطاقة كيميائية. هذه الطاقة الكيميائية راح استخدمها نحن كعامل مساعد يعني نختزل بها CO2 بوجود H2S إلى مركب عضوي بالإضافة إلى الماء، وكذلك تحرر عندي كناتج عرضي اللي هو الكبريت. إذا الغاية من السلفايد بكتيريا أنه نحول المواد اللا عضوية إلى مواد عضوية بغياب الضوء، نعم، اللي هو منفصل على ذلك عندك الكربوهيدرات. هناك بعض الملاحظات، من هذه الملاحظات عندنا أنه هناك نوعين من البكتيريا اللي تكون ذاتية التغذية الضوئية. النوع الأول هذا الذي نشأ أولا
في بدايته يعني ظهور الحياة على الأرض، هذا لا يعطي أو لا يحرر أكسجين. لكن النوع الثاني اللي هو فوتو أوتوتروفيك راح ينشأ، الذي نشأ يعني أخيرا، هذا الشيء يكون عندي أو يطلق عندي أو يحرر عندي الأكسجين. بقى عندنا آخر مصطلح، هذا المصطلح طبعا يختلف عن كل محاور المحاضرة، اللي هو فوتو هيتروتروفيك، اللي تكون اشني بكتيريا تكون متغيرة التغذية الضوئية، يعني هي متغيرة يعني لا تصنع غذاء بنفسها، بل اشني بوجود الضوء. هاي ايش تسوي؟ تستعمل عندي الضوء كمصدر الطاقة، هاي اول شيء تستعمل عندنا الضوء كمصدر الطاقة، ولهذا نسميه احنا فوتو، لكنها لا تحول الكربون داي اوكسيد الى شوجر، ولذلك هي ايش تكون؟ لا تعتمد على نفسها في صنع الغذاء، يعني ما من داخل يعني من داخل جسم الكائن الحي تقوم يعني تحول عندي المواد اللا عضوية، بل ايش تعمل من ذلك؟ تستعمل مركبات جاهزة اللي هي مركبات العضوية من كائنات أخرى، مثال عليها الجرين نون سلفر بكتيريا، البكتيريا الخضراء غير الكبريتية. نعم، يعني هذا اللي نجي نميزه نحن عن الفوتو أوتوتروفيك، هذيك ايش تسوي عندي؟ هذيك تستعمل عندي طاقة ضوئية وتحول عندي المواد اللا عضوية إلى مواد عضوية، هنا لا تحول المواد اللا عضوية اللي هي كربون دايوكسيد، بل إنما تستعمل مركبات عضوية لإنتاج أو لتحويلها إلى مركبات عضوية أخرى. نعم، فهذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا لهذا اليوم، تكلمنا يعني شيء مختصر عن الفوتو أوتوتروفيك بكتيريا اللي تستعمل تكون تصنع غذاء بنفسها بوجود الضوء، وهناك بكتيريا تصنع غذاء بنفسها بوجود لكن عدم وجود الضوء، بل باستعمال مواد كيميائية لا عضوية اللي هي كيمو أوتوتروفيك بكتيريا. انتظرونا في محاضرات اللاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.